السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في مرة جديد. نتواجد الآن بأحد الأسواق الأسبوعية، هذا سوق ماتينال اللي كاين يقولوا ماتينال سافدير كيديروه غير بالصباح. السوق هذا كنلقاو فيه جميع أنواع المنتوج، أنواع الحوايج، أنواع العطار، فيه العطار، فيه صبابات، فيه كل شيء. غادي نوريكم واحد البلاصه دابا ان شاء الله. البخور كاين، كل حاجه موجوده كما كتشوفوا. عندنا هنا جميع انواع الحوايج، كاين الحوايج، كاين الشواكج، حوايج ديال الخدمه اكثر، سورتو حوايج ديال الخدمه. كتشوف السراول ديال الخدمه، كاين الجواكت ديال الخدمه كما كتشوفوا، وكاينين الصبابط ديال الخدمه هنايا. هادو الصبابط ديال الخدمه. لا كيبيعوا هنا الاثمنه رخيصه على المحلات. لا مثلا الا مشيتي للحانوت كتاخذ سروال ب 65 اورو، هنا تشريه ب 25 اورو 30 د الاورو. وهنايا عاوتاني كاين الصبابط، حتى هنا كاين الصبابط. كاين الصنادل.